نكمل السلسلة مع بعض والريفيو بتاع النهاردة عن واحد من أنواع الدهانات الموضوعية اللي أنا برشحه بقوة، لأن المواد الفعالة اللي فيه موجودة في منتجات تانية كتير جدا بأسعار بتعدي ال 40 جنيه وال 50 جنيه، إنما الجل بتاع النهاردة اللي هو أدوي فلام جل، أدوي فلام جل ده اسم الجل بتاع النهاردة وده الاسم بتاعه انجليش. ده فيه ثلاث مواد فعالة، ديكلوفيناك وده مسكن للألم مضاد التهابات، وفيه ميثايل سلسليت وده برضو مسكن للألم ومضاد التهابات، والميزة اللي فيه ان هو بيوسع الأوعية الدموية الموجودة في المكان اللي دهنا فيه. كمان المنسول برضو ليه دور مسكن وليه دور منعش للمكان اللي بنحط فيه الدهان. أدو فلام جل زي ما قلنا الميزة بتاعته ان هو سعره رخيص، سعره رخيص وفعال جدا. الاستخدام بتاعه دهان على المنطقة اللي فيها التهابات او الام شديدة في العضلات، الام العضلات، الام المفاصل، الام الاربطة، الشد العضلي، الكدمات، الحاجات دي كلها بندهن دهان من أدو فلام جل على المنطقة اللي فيها مشكلة ثلاث مرات يوميا. موانع الاستعمال بتاعته لو اي حد عنده حساسيه من المواد الفعاله الموجوده فيه، سعر أدو فلام جل 15 جنيه و60 قرش، سعره 15 جنيه و60 قرش. زي ما قلنا المواد الفعاله الموجوده فيه موجوده في منتجات تانية ولكن بتعدي 40 جنيه و50 جنيه، انما أدو فلام جل 15 جنيه، وده طبعا سعر تنافسي عالي جدا وكمان من الانواع الموضعيه الفعاله جدا أدو فلام جل. ولكن نخلي بالنا ما نحطوش على الاماكن اللي فيه جروح او فيها حروق، وطبعا ممنوع اثناء الحمل والرضاعه. ده كده كان الريفيو بتاعنا عن أدو فلام جل، من الحاجات الموضعيه الممتازه جدا اللي انا برشحها بقوه في علاج الالام العضلات والام المفاصل والام الاربطه والاعصاب. ده كده كان الريفيو بتاع النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، يا ريت لايك للفيديو، اشتراك في القناه اللي مش مشترك، وتفعيل جرس على الكل. شكرا لكم، الى ان نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله.